راشد المزروي from مومباسا كينيا. نعم نعم تام تام يكون متاج. هذا قصر الساحلي. كذا تحس إنه تفاح بس فيه لعنقز يعني. بالسواحلية الموسيقى اسمها طرب. أقولك الله يهديه راح جاب له المطعم كله. مجلس. مجلس. نعم. حلال. حلال إيه. لا تذوق شيء وأنت جوعان. تحسب تنين يا شيخ حق الترقاريان فيه. مسجد الأزرق. الحرب العالمية الثالثة اللي أنت سويتها. علم اللغة العربية شوية شوية. شبعت شبعت شبعت. لا تحطني باليوتيوب. سان فيسنتي. سان فيسنتي هذا في الفلبين عشان ايش خوخ صح؟ طلع عمانيين باتسك وش جاك؟ very rubbery chewing and disgusting food. طيب اليوم يعتبر يوم الاحد بالنسبه للزنجباريين يوم الاحتفالات. خوال يا اخي يحبون الطرب يا اخي. عشان تعرف انه اللغه العربيه تشكل حاجه مره كبيره في اللغه السواحليه. الطرب الحين هذا اللي انتم قاعدين تسمعونه بالسواحليه الموسيقى اسمها طرب، ويستخدمون العود، يستخدمون القانون قانون القانون، يستخدمون السمسميه. هو اصل المطعم بس دائما يخلونها مكان للاحتفالات، سواء كان من عرض ازياء للطرب لاغاني للدي جي، عشان يستمتعون الزنجباريين هنا. عشان كذا اكثر الزنجباريين يطلعون هذه الحديقه الصغيره اللي مطله على الشاطئ، وخذ لك احلى تغيير جو. هذا اللي قاعد يسبح وراي تلقاه يمين بالله الرئة عنده تيربو 4x4. قفل على الطلب يا حبيبي. طبعا هذا المكان مشهورين في الانستغرام، اي شيء كذا انت ودك انه يسوونه لك يسوونه لك، هم طايحين كذا تلقاهم ايش مسوين لك فيديو تحفيزي لك يعني. بس ما في شيء بلاش، الخوال هنا كل شيء بفلوس، ديهم فلوس يسوون لك لوحه كذا يكتبون عليها عباره انت تبغاه، علم انت تبغاه. شابوه. عندنا هنا المعلم هنا. So welcome Zanzibar. Food. Lobster. حلال. حلال ايه بالحلال. حلال. تصدقون ودي اجرب بيتزا زنجبارية. يقولون انها خرافية. تبي اجرب عندهم زنجبار بيتزا. هذا الشيف هو اللي بيضبط لنا تنزانية. ايش اسمه؟ زنجبار بيتزا زنجبارية. وين تنزانيا؟ الله يستر عليك. لكن اذا انقذ. Yes. Here Zanzibar pizza for Mr. Delicious. Nyami nyami tami tami. Hakuna matata. Nataka utafuta for Mr. Delicious. Oh, okay. Highlands. Be careful. مكونات البيتزا فيها لحم مفروم وفيها بصل بقدونس بيض مايونيز كذا خلطة كذا ما أدري كيف، أتوقع إنه زي المطبق ولا عندنا، بس المطبق فيه لحم مفروم، ما في لحم مفروم خضار، لا في مطبق لحم. إيه صح. آه. أنا غلطان آسف، حقكم علي حقكم علي. شاورما لمحبي الشاورما، أما تجي لين زنجبار عشان تاكل شاورما استح على وجهك يا ولد. شكل البيتزا الزنجبارية يجيك منه نكهات مرة كثيرة، أنا كنت أحسب اللحم والخضار والبيض والسواليف ذي. لا وين؟ طلع عندهم نوتيلا وطلع عندهم موز وطلع عندهم مانجا، إيش كمان؟ والله البقية نسيتها صراحة، خلينا نذوق ونرجع لك يا وحش. نعم نعم. خذيت البيتزا الزنجبارية، خلينا نروح نذوق، بس يبغالنا مكان.
بس ما ادري ليش معطيني اياه بشوكه. زي ما قلت لكم زي المطبق، كويس اني ما طلبت سبايسي. شوف يا صاحبي، الحاجات المهمة ما ينفع تاكلها وانت جوعان. يمين بالله البيتزا فرمت ام على اساس اني قال لك خذيت الاذواق وبعدين برجع لكم وانا اكلها وانا اقول لكم ردة فعلي وكذا. طهمشت امه جوعان شكلي. لا تذوق شيء وانت جوعان. والبيتزا الزنجبارية والله عجبتيني. والله كان ودي اجرب اكثر من شيء غير البيتزا، بس صاحبكم بطنه لها عليه. بطني مشكله، اذا زعل يزعل. في له واحد كذا يعني بطنه نظيف، عرفت، لا يستحمل اي شيء كذا، بطن ضبع. كثرة المساجد في زنجبار حاجة عجيبة غريبة، هذا يعطيك دلالة نسبة المسلمين هنا اكثر من المسيحيين. وصلنا المطعم اللي انا كنت قاعد ادور عليه، خلينا نخش نشوف عندهم. الجو جو هندي اليوم. اللي نعرف ذا المطعم مره تعبان وحر حر 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 لين تحسب سعر. طلبت لي عصير مانجا وذ باشن. ايش الباشن؟ والله نسيت يا شيخ. المهم مانجا وباشن ايش؟ خوخ صح؟ ناسي. المهم انتوا عارفين خلاص. المصاص يجيك حديد، اول مرة انا يصادف لي شيء زي كذا. الهنود هذول ترى يستهبلون. مطعم حار، ادام شباتي وعصير. والله اني اشتقت لشغل الادامات والسواليف ذي، وحشتني جدا. خلنا نذوق ونشوف. لا تتحمس في الاكل يا صديقي، عشان ما تجيك لسعه تحسها في دنقرك انت وجهك. صراحه لذيذ. يفوز، ما ادري وش اسمه بس يفوز. كذا تقدر تقول خلصت الاكل. اوه، برغم المراوح برغم كل شيء سبايسي. حار مره حار. انا خايف لا اعطيكم هواء كذا بقوه يطلع معاه نار يا حبيبي. تحسب تنين يا شيخ حق الترقاريان فيك، عرفت، بوف كذا بيطلع لك حرار يمينا بالله. بس لذيذ. كلفنا العشاء تقريبا 23 الحمد لله. ثانك يو. اكل هندي في قلب خالتك، بس كان سبايسي شوي حار. اوه مان. اخي الله يوشك، يخشون معك في اي شيء. طيب يا الهي، حان وقت النوم، غدا مشرق ان شاء الله يا رب. احلى قهوة فيكي يا زنجبار. ما في له سكر، أول مرة أنا أشوف 2-in-1 وما فيها سكر. خلينا نزود سكر. ونرجع من جديد. أهلاً وسهلاً بخير آتي. أهلاً وسهلاً بكم. لا أحلى، وش اللي أهلاً وسهلاً بكم؟ يرقص شوي يرحم أمه. الزبدة، هذا القهوة أحلى قهوة فيك يا الزنجبار. Now we're talking. ايوه كذا الحياة مليانة كذا سكر ومليانة عسل ومليانة فانكي. واحد عاطف طوهيري يا اخي يعشق السكر لحد الجنون، يحط سكر في كل شيء. مس عليك يا سعاد. طيب كذا تقدر تقول خلصنا القهوة، خلينا بس ننظف الكاسة ونوجه يا حبيبي. طيب تقدر تقول وصلنا وسط البلد، سنتر اوف زنجبار.
اخي الشمس. المهم القصر هذا اللي قاعدين تشوفونه وراي هذا قصر الساحلي، انا تابع لسلطان الزنجباري انا ذاك. يعني انت قاعد تتكلم على تقريبا القرن التاسع عشر، قديم سه، ولكن الى الان ما زال موجود. وزي ما تقول الحكومة الزنجبارية قررت انه يقلبونها من قصر الى متحف، برغم انه الحين هي مقفلة. ليش؟ عشان يبون يسوون بعض التعديلات على الوجهة السياحية الاولى من المتاحف اللي موجودة فيك يا تنزانيا، سبيسيفيكلي يعني بالتحديد هنا في زنجبار. في مسجد ابغى اروح اشوفه اسمه مسجد الازرق، شفته انا في جوجل عجبني شكله، خليني اروح اشيك على الدين امه، اروح اشيك عليه. اوكي الدين امه دي خلها على جنب. قبل شوي مخلصين خطبة، بعد ما خلص الخطبة تعرف إذا كنت تبغى تتصدق ولا شيء حاطين كذا زي الفرش عليه الفلوس. المسجد الأزرق كذا يبدو لك أنك أنه في وسط جزيرة محاطة كذا بالأشجار والبنية التحتية، بنية تحتية إيش بدولة. المهم بنيات حاطينها في وسط بقع الوادي ولا حاجة زي كذا، سوي لها جسر تخش وتطلع منها. عرفت الطير هذاك؟ هو يا نورس يا وقواق، بينهم مش متأكد صراحة. وزنجبار في لك كمية غربان بشكل خرافي خنفشاري، لا تصدقه العين ولا القلب، ما له دخل القلب، العقل. مكان كذا جيته بالصدفة والله، حاول اني بطير الدرون وبشوف زنجبار قريبة من المسجد هذا الأزرق، ينفع ولا ما ينفع. التجربة كانت خرافية في أراضي الزنجبار، كذا من فوق تشوفها كذا بالدرون خرافي يا أخي. ما أدري بس كل ما أجي أستخدم الدرون جيني النفضة ذي، باين إني جديد في ذا الشغلة شكله صح؟ مطعم زنجباري يصدر زي تنزانيين فود، زنجباري ينفود يا حبيبي. نجرب أكلهم نشوف لذيذ مو بلذيذ، نشوف إيش فيه إيش ما فيه. حيك لي ترى يعرف يتكلم عربي. كيف نعم. حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله. ما اسمك؟ اسمي خميس بن سالم بن خميس الخسان. ونعم ونعم والله والله. كيف حالك يا خميس؟ بخير والحمد لله وأشكر الله بالعافية. الحمد لله الحمد لله يا أبوي، عربيته أحسن مني، يتكلم العربية الفصحى يا حبيبي. تكلم اللغة العربية شوية شوية. تكلم اللغة العربية في مدرسة الإنصاف. الإنصاف. أخواني جمعية الاستقامة. ما شاء الله. يعني بتكلم اللغة العربية. عنده باك جراوند في الشريعة. تكلم اللغة الإنجليزية أيضا. الإنجليزية سواحلية عاد. You are warmly welcome guys. What's the name of this restaurant is Al Noor restaurant and it is located at Livingstone Road in Bulione. يا يعني اي واحد يجي زنجبار اول مطعم ياكل منه، واسعارها ترى مش غاليه. قبل شوي سالت انا والله انه كويس، بس خلنا اجرب اول تراي ذا فود، اذا كان اوكي على طول تعالوا هنا. الى اللقاء. مجلس مجلس. نعم خميس عنده غرف مره كثيره، من الغرف اللي عنده في اي بي يا حبيبي. اذا كنت جاي هنا تبغى تعيش جو اللي فوق فوق ذولا تقدر تخش تنبسط هنا. المجلس. So what we order? Buffet right? Yeah yeah. No, مدرك right? Your name is مدرك. You said you have buffet right? You choose the food. Make it easy be easy.
choose the good delicious Zanzibarian food. حتى البخور مولع المكان يا حبيبي. بدي اروح اتكف الفي اي بي بس ياخذون فلوس اكثر فقفل على الطلب. مستغربين مني كل مره اخش المطعم احس اني كذا شيف رمزي ابو اللي يجي يسوي تقييم وبعدين يعطيهم الاقتراحات. فاهم كيف؟ very robbery chewing and disgusting food كذا يقول هو. بس انا لا ان شاء الله الامور طيبه. ابوه مفصل على الطاقم اللي موجود ما ينفع. عرفتوا ايش ذا؟ انا عن نفسي ما عرفته والله. هذا متاكدين انه فاكهه ولا خضار؟ I don't know, man. Can I make food? What's the name of this? Sawasu. Khalas, look. Okay, give me whatever you want. No problem. And sugar ice. You make too much? Too much. Oh, man. What would it? Huh? Wow. Raah jab lil المطعم كله. Wow, wow, wow. جاب لي الجزء ذا كامل. Thank you. فاصوليا تاكلها بازيلا. جرين بانانا. برياني لحم. هذا فيجيتابل رايس. هذا الرايس العادي. اقول لك الله يهديه راح جاب لي المطعم كله. مشكلة الولد هذا والله مشكلة. كمون برو. خلينا نجرب اكلهم. والله صراحه ما ادري من فين ابدا لكن خلينا نجرب الرز وذا. وين؟ شاد. شاد. يا. You don't know شاد؟ Oh come on man. It's part of Africa. Yeah. I'm leaving now in Saudi Arabia. So you know Saudi Arabia? Yes. طلع يعرف السعودية بس ما يعرف شاد. الله أكبر وش الجديد؟ خلينا نجرب الحين ونشوف. بديت انا بالبرياني رايس عشان اعرف في شيء هنا. هذا اكثر شيء مخوفني. ما ادري ايش اسمه يا شيخ بس موز. What is this? Chili. Chili. شطه. سبايس يا. It's hot. It's hot. Okay. I will try the banana. والله ما اعرف طعمها كيف اوصفها لكم. ما اعرف والله. تقدر تقول اقرب للكوسه. لا مش كوسة. بطاطس مو بطاطس. والله ما ادري. هذا لحم مصالح. اخذت منه لقمه صراحه ما اكذب عليه. لحم بقري اتوقع. في له صوص كذا اللي كذا عرفت اللذعه ذي. والله لذيذ اقول لك. بدا يعجبني المطعم. هذا المنيو حقهم بس عندهم كذا حاجه زي البوفيه مفتوح اللي جابوها لي. يجيبوا لك من كل بحر قطره هي تذوق وتتلذذ في هذه الاكل الجميل التنزاني الزنجباري سوري. البازيلا لو انه مع شباتي احلى. هو لذيذ مع الرز بس انا افضلها مع شباتي. هذه تونه. من قوة التنوع في الأكل نسيت طعم الأكل. هذا شطة مرة حار. مرة حار. ودقسته خذيته على لساني. يعني ما صار أي فرصة أنه يلف الفم. الحين بنبدأ نعرق. This one? Okay. هذا العصير اللي فاكهة اللي وريتكم إياه والله ما أدري هي وش. حاطين معاه موز وحليب. والله حرارة حرارة ألف يمينا بالله. يمين بالله يفوز. هذا ما أدري وش اسمه بس يفوز. إذا جيت هناك بيقولون وين هذاك الفروت هذاك اللي كذا كذا تحس إنه تفاح بس فيه لعنقز عرفت؟ يحطوا لك اياه مع موز وحليب. والله مره خرافي. ابوي من كثر ما اني دعست في الاكل نسيت اجرب الدجاج. الدجاج عاملته معامله منديل. لازم نذوقه ونشوف. الشطه حاره. خلاص كان يو تيك ذيس ون تيك اوت. خلاص يا خلاص والله شبعت شبعت شبعت.
ما قدرت اكمل والله ما قدرت اكمل. وشطه حاره كذا جايه دايركت اتوقع من المزرعه للمطعم. لكن الباقي بخليه تيك اوت لان بدات اعرق بدات يصير عندي سيلان بدا يعني اموري مش ولا بد ولا ابغى اشوفكم تشوفوني بهذه الحاله. العصير هذا اللي قلت لكم عليه طلع اسمه استفيه والله حرك. عندهم عادة هنا انت اول ما مجرد ما تخلص الاكل على طول يجون يشيلون ايش الصحن والحاجات اللي انت الحرب العالمية الثالثة اللي انت سويتها يجون ينظفونها لك سريع سريع عشان ايش تنبسط مع السان فيسنتي. سان فيسنتي هذا في الفلبين هذا فسفوسة وش قلت لكم اسمه هو نفسه. كذا تقدر تقول خلصنا اكل بطن فول خلنا نروقهم نلحق على مكان ثاني مرة مشهور عندهم ليش والله وضع مزري. القيمة هذه كلها طلعت لي تقريبا 24,000 شيلينج. اوكي برافو سيو اوكي طلع عمانيين والله اتس اوكي اي بيكتشر يو جايز. السلام عليكم. عليكم السلام. ماي نيم يحيى راشد المزروي فروم مومباسا كينيا. مومباسا كينيا يس. كيف راشد ومن كينيا يعني هذا الدليل على انه هو اصول عربيه يا حبيبي. انا من تشاد بس مولود في السعوديه. اللي وراي هذا زي ما انتم شايفين ما في الا قوه عصاير قهوه وكابتشينو وشغل لا يوقف يا حبيبي. خميس نعم نراك على خير. مع السلامه حبيبي. انتبه على نفسك. اوكي الله يوفقك. يلا سلام. يمينا بالله اليوم انا انبسط بس الين تحسب سحر. خميس والعائله العمانيه مره 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 انبسط معاهم. العائله العمانيه ما صورتهم ما صورت الا ابوهم. هي البنت هذيك هي اللي مره ما تحب التصوير. لا تحطني باليوتيوب قلبت كانها واحده من بناتنا. لا تحطني باليوتيوب لكن الحمد لله الله يجزاهم الخير ناس طيبه ناس رايقه. مطعم هذا فيتو زنجبار لازم تزورونه. ناس اللي فيه عسل 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 والاكل خرافي خنفشاري ورخيص ترى يعني يعتبر 30 ريال وانت سايح ماشي يا مدير. شيك على اللخمه بس اذا ممكن انت تقدر تخش تروح هناك صح بس شبوف تخش عليها من هنا. هذه مدرسة هندية. أقول لك شوارع مرة 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 ضيقة. يعني أنت إذا خشيت فيه ما حتطلع إلا يوم القيامة بإذن الله. مع ذلك يمشون عليها دبابات وسيارات لا من كيسي. المهم دبابات وسياك. وش جاك؟ شايف الزقاق ذا ودك تحشر الواحد من العيال تلشط امه هنا ما في احد درى عنه. لكن حاليا بعد الشكاوى الكثيره اللي جت من الاجانب غطى امها بالكاميرات ما يمديك اصلا ان تصرف واحد من السياح ولا شيء الا هم قافطين امه. هذا عمل من الحكومه الزنجباريه. خذاني حماس التصوير ونسيت وين انا فيه يا ابوي ضيعت. الرطوبه عاليه اليوم مره عاليه. كذا خلص يومنا. لايك شير سبسكرايب كلار.